على مزيكا فام. عيد بالله ترحب بسيد فوزي اللومي رئيس المكتب السياسي لحزب البديل التونسي، انتقل مؤخرا إلى حزب البديل وشارك رغم ذلك في المؤتمر المؤتمر نداء تونس. مرحبا بك سي فوزي. عايشك وبيك. أهلا وسهلا سيد فوزي اللومي رئيس المكتب السياسي لحزب البديل التونسي. وممكن نجم نتكلم شوية على العائلة متاعكم. أنا سي فوزي اللومي تقريبا وكأنه نوع من تقاسم الأدوار أو تقاسم التواجد في الساحة السياسية، لأنكم منتشرين بين البديل، أفاق، نداء، واليوم تم إعلان أنه سلمى اللومي رئيسة نداء تونس. تكتيك أو حرية في العمل السياسي، كل واحد حر على روحه؟ لا، كل واحد حر على روحه، فمش حتى تكتيك فيها. أنا كنت في حزب نداء، نداء صار فيه مؤتمر اللي الحزب تفرق، وأنا كنت ضد المؤتمر هذه الحقيقة من أكتوبر. قلت لهم حزب ذي مخترق وحزب فيه مشاكل كبيرة ياسر، باش تعمل مؤتمر 6 شهور قبل الانتخابات، هذه انتحار سياسي للحزب. كملوه المؤتمر، صار اللي صار. لقيت اللي من الأجدى اللي نمشي فيه حزب اللي هو حزب كفاءات، حزب اللي هو عنده مستقبل، حزب اللي فيه إطارات اللي هم نجحوا في الحكومة 2014، والحزب هذا نعتبره هو المستقبل للمشهد السياسي في تونس. دونك هذه أسباب اختيارك الالتحاق بحزب البديل. في نفس الوقت كلام ونقاش مع حزب البديل والمشروع ونداء تونس لإحياء مشروع أو لإنتاج مشروع سياسي اسمه النداء التاريخي. إذا لي هربت من قطرة جيت تحت الميزاب سي فوزي اللومي. ما جيش تحت الميزان. بالنسبة لل ما جبتكش على ولدي اللي قلت مشي لفيق. أي ما مش قل أي ما سميت العائلة وكهو. أنا يعني عائلة اللومي وكهو. ولدي حب ينشط مشي في حزب آخر، مع مش نحيوك الفكرة أو عائلة فرد حزبها وتوريثها والواحد، هذيك هي الفكرة اللي أنا ما حبيتهاش. وأنا ما قلت له حد شجرة، لا دخلت في العملية، لا أنا قلت له ومشي لأفاق، لا فيها استراتيجي، ما فهمها حتى استراتيجي، زاد باغازاغ، ما مش حتى استراتيجي. نرجع بالنسبة لحكاية العائلة الوسطية والنداء التاريخي. احنا مع تجميع العائلة الوسطية وتجميع أحزاب اللي تشبه لبعضها باش ما يكونش تشتت في المشهد السياسي، ونعرفوا اللي في الانتخابات الجاية، ونعرفوا اللي القانون الانتخابي ما يخليش أغلبية تجي واضحة. هذاك علاش احنا مع توحيد العائلة الوسطية، اما في نفس الوقت زادة نحبوا نعملوا قطيعة مع المنظومة القديمة اللي هي وصلت تونس للفشل. المنظومة اللي حالية اللي قاعدة موجودة هي وصلت تونس للفشل ووصلت التوانسة للفقر. أنا هي المنظومة الحالية، الحكومة الحالية، المجلس النواب الحالي، هذه منظومة نعتبروها احنا فشلت. كما كنت طلعتهم يا سي فوزي؟ ما طلعتهم مش أنا يا سي فوزي، انت كنت في انت هون ايه؟ انت هو الماكينة يا سي فوزي. هذاك في الانتخابات وما بعد الانتخابات يا سي بعد فوزي. الانتخابات اللي صار اللي مشيت في الحكومة ما عندهم حتى علاقة بالندارة يا سي فوزي. راهو سي البيجي وسي ونداء تونس اللي انت كنت فيه هم اللي طلعوا الحكومه الاولى واقترحوا الوزراء في الحكومه الثانيه، وانت موجود في نداء يا سي فوزي. انا موجود في نداء، اما نقول لك معناها بصراحه وباش تعرف معناها صار قد وقت اللي صار اختيار رئيس حكومه الاولاني نداء كان ضد، رئيس حكومه الثاني نداء ضد، بالنسبه اعضاء الحكومه اللي تعينوا في الحكومه جلهم ما عندهم حتى علاقه بنداء، ونداء كان ضد، كان نداء يحب يكون اعضاء الحكومه اللي هما مناضلين في نداء. ما كنا نقولوا عندنا 4 حكومات احنا في نداء، وينهم الـ4 حكومات؟ مادام صار اقصاء للنداء كحزب في الحكم، معناتها نجم نقول لك حاجه، النداء من الـ5 سنين هذه ما حكمش في البلاد، وصار اقصاء تام من النداء. وبالنسبه للكتله البرلمانيه وطلعناها صحيح، طلعت باسم النداء في الانتخابات تاع 2014، اما الكتله نتاعنا اللي فيها 86 نائب ثم 55 ما عندهم حتى علاقة بنداء، خذوهم في خنهار، والمناضلين متاع نداء صار أقصاهم داخل نداء من القائمات الانتخابية. كيفاش نداء ما حكمش نداء؟ ما نجمش نفهم هذه يا أخي. يوسف شاهد مش ولد نداء؟
يوسف الشيخ جاء في اخر دقيقه وداخل نداء يلزم ثم ديمقراطيه. يوسف الشيخ ما يعرفوا حتى حد لو داخل نداء ما يعرفوا حتى حد. معناتها لو كان جاي في نداء يلزمك تاخذ تعمل داخل ديمقراطيه داخل نداء باش تختار شكون رئيس حكومه اللي هو الاجدر باش يجد باش ينجم هو يقود البلاد. يلزم عنده تجربه، يلزم يكون انسان اللي هو من القياديين الحقيقيين في نداء، يلزم يطبق برنامج نداء. وينو برنامج نداء؟ وينو برنامج اللي عملنا به انتخابات؟ فما حد شيء يا اخي. الوزراء اللي جاوا معناها في عهد مثلا الحبيب السيد اي مش وزراء من النداء شويه، ومن بعد حتى فيصل ما خرجوا من التحويل ولاني خرجوهم شويه بكل اللي 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 حقيقيين من نداء اقليه. خالد شوكات مش من نداء؟ خالد شوكات كان ناطق رسمي مستشار. اي مستشار ناطق رسمي. على كل حال احنا توا اليوم ليه محاله الانكار هذه كحزب البديل؟ كحزب البديل اليوم نعتبر اللي المنظومه هذه المنظومه ما نجحتش، جابت المديونيه، جابت افلاس البلاد، وجابت الفقر. واحنا البديل حزب فيه ثينك تانك اللي هو مكتب دراسات من اعلى الطراز وبمواصفات عالميه. البرنامج تاعنا باش يكون برنامج تاعنا قطيعه مع المنظومه الحاليه. تقول قطيعه سي فوزي؟ قطيعه عن المنظومة لا يكون برنامجات كانوا ديال برنامج القطيع اي مش قطيع عمل. شقولوا احنا سياسه دو روبتور قدو كان باش نكملوا في الثنيه هذيا راهي تونس باش تكمل تفلس، الفقر باش يكمل يديها. هذاك علاش تو فما الناس اللي قاعدين حاطين مقاومه الفقر اهم حاجه، وانا متفق معهم اهم حاجه هي مقاومه الفقر. اما في نفس الوقت زاد ما يلزمش البلاد تفلس، يلزم المؤسسات العموميه نلقاو لها حلول، يلزم المؤسسات الخاصه كيف كيف نلقاو لها حلول، يلزم نلقاو حل البطاله. هذا كله ما يجبش يكون بالمنظومه الحاليه. طيب ندعو القوى السياسيه العصريه المنحازه الى التقدم والاصلاح، الى التجمع والالتقاء في جبهه انتخابيه موحده وبرنامج انتخابي مشترك كحل بديل للتشتت الحالي. هذا سيد مهدي جمعة رئيس حزب البديل. وحتى كي نقرأ لمحسن مرزوق لكيف كيف لسلمى اللومي مثلا اللي اليوم أصبحت رئيسة نداء شق الحمامات الذي لم تتمكن محكمة الإدارية من يبدو لي الفصل في من له الشرعية. دونك كي نسمع كلامهم الكل والدعوات إلى توحيد النداء التاريخي ونتحدث مع البديل والبديل في حوار مع هذه الأحزاب من أجل أحياء النداء التاريخي، يبدو أن الخطة ليست القطيعة مع منظومة نداء تونس بل أحياء نداء تونس. لا لا فوزي لو لا لا فماشي معنى القطيعة. القطيعة مع ما بين قوسين الرداءة واللي ما نخدمه كان بالكفاءات. يلزم اليوم تونس تصير القيادة متاعها بكفاءات واضحة كفاءات وطنية اللي هي مصلحة تونس فوق كل شيء. هذه هي احنا اللي الهدف متاعنا كحزب البديل. طيب النداء التاريخي ايش معناه؟ النداء التاريخي النداء التاريخي اللي فيه الناس الكل ولا نداء تاريخي كما تعرفش؟ يقول سي الباجي قال لك ما ثماش نداء تاريخي، ثم نداء الموحد. نداء تاريخي قال لك هذاك رصيد لرئيس الجمهورية. وانت موافق سي الباجي بالنداء الموحد؟ انا مانيش نحكي على مانيش نحكي عن دير موحد، انا نحكي على العائله الوسطيه. نداء حزب البديل حزب خلينا نقول احزاب، اما نحكي على العائله الوسطيه. العائله الوسطيه اللي فيها كفاءه، مش معنى نبني عائله وسطيه قالوا شنو قالوا اللي يجي يحطهم حمص وزبيب. يلزم عائله وسطيه مبنيه على الكفاءه وعلى برامج واضحه وعلى قطيعه مع المنظومه الحاليه. رئيس الجمهوريه قال عندي مبادره يعني للتوحيد العائله هذه. أي. هل تم الاتصال بك مثلا سي فوزي اللومي؟ لا ما صارش اتصال بي. هل اترى انه مازال عنده رئيس الجمهوريه دور؟ يمكن يكون عنده دور، مازال رئيس الجمهوريه هو. لا لا دور سياسي، لا نتكلم على دور سياسي مش دور كرئيس جمهوريه، دوره كرئيس جمهوريه محفوظ، فيش نقاش. ينجم يكون عنده دور. اذا الاطراف كل متفقه، اذا المبادره اللي باش يعطيها تلقى قبول من الجميع. لازم تمشي فيها الناس كل. اما مبادره لازمها تكون مبادره واضحه اللي هي الرجاع في للبلاد، معناها تسيير البلاد على اساس الكفاءه وبرامج.
مش على اساس اشخاص باش نلم الاشخاص اللي كانوا قبل ونحطهم مع بعضهم على اساس هاني باش نعمل انا النداء التاريخي ولا النداء الموحد. نعاود الجماعه اللي حطيتهم في 14 نعاود نحطهم في 2019 وقتها باش نعاود نفس الخطا اللي تعمل قبل. سيد فوزي اللومي القيادي السابق بنداء تونس واستقال من نداء تونس وشارك في المؤتمر لنداء تونس ثم غادر الحزب والتحق بحزب البديل التونسي. تلاحظ أنه في سبر الأراء البديل التونسي معناها فرق كبير بينه وبين نداء تونس في التواجد على الأقل في نوايا التصويت. لماذا خيرت أنك تمشي إلى حزب ما هوش في الترتيب على الأقل مش حتى في الخمسة أحزاب الأولى وست أحزاب الأولى السياسة. في نوايا التصويت أي في نوايا التصويت وفي السياسة بصفة عامة الحاجة الهامة هي ماهيش قداش اليوم وزنك في سبر الأراء، هي شنية التوندانس، التوندانس طالعة ولا هابطة. حتى ما زال الانتخابات، انتخابات في أكتوبر، تشريع في أكتوبر ورئاسية في نوفمبر. الأهم حاجة هي التوندانس، تجم تبدأ كما ترى في أمريكا كان الناس كنت تصور اللي إلى هيلاري كلينتون باش تنجح، نجح ترامب. علاش؟ خاطر التوندانس كانت ترامب طالعة وهي كانت هابطة. أما من الأول كي تعمل اليوم سبل أراء تلقى كي تاخذ التوندانس أنت اليوم تلقى البديل طالع. مثال أمريكي راه مش صحيح. اي سيدي مش صحيح، نحكيو على التوندانس احنا عند ملاحظه انا نقول لك صحيحه وما يسالش هذولي مش صحيح خاطر حتى في سبب حتى في التصويت اللي كلينتون جابت اكثر. لا لا بالسيستم الامريكان تحسب حتى في تونس تجم تجيب اسود بالتصويت وتجيب اقل في المقاعد. في تونس نفس الشيء راهو بالهذيه بالنظام نتاع النسبيه تجم تجيب اكثر مقاعد باقل اصوات. اي لا توندونس قعدت حتى حتى نهار الانتخاب الى الكلينتون اللي تكون في اخر وقت هذاك. علاش واحد ما ينجمش يبني 100% على حكايه سبل الاراء؟ اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه التوندونس نتاع نداء طايح، التوندونس نتاع البديل طالع بيجي نهار ونشوفوا كيفاش بتبدا التوندونس. اي طالع ب 1.5 تعرف قداش اليوم نداء تونس؟ 6%. نعرف 6% بالبروجيكسيون ولا بلاش؟ 6% اليوم. أي. اليوم 6% من اللي كان 25% و 30% اليوم 6%. ايش معناها؟ كان حزب في 20 وفي 25 يهبط 6% معناها قاعد هبط. اي واضح انه قاعد وفي هبط. نفس المستوى من عبيد موسي اللي هي 6% كيف كيف، وفي نفس المستوى للتحية تونس اللي هي 6% معناها ذوما ثلاثة حزاب كلهم 6 6 6 حتى حد ما طلع منه، والبديل في التوندونس قاعد طالع. واحنا في 1% ريت معناها بحفظ مع حفظ النسب تحسبني اليوم على العملية. احنا مش قاعدين نخدموا داخل البديل، انا مش بحكي قاعدين نعرض داخل البديل. انا متفق معك، مانيش حاسب فيك، مانيش حاسب فيك. لا لا مانيش حاسب فيك بالعكس. نحب نسال شنو اللي اقنعك معناها؟ هذا سؤالي راه كان قعدنا صرحنا في النسب بين وياك. انا في شو اللي خليك انا في نداء تونس انا اللي اسست التبسيسه راه السؤال هذا مش سؤال تغريق راه مش تبسيسه بس قدر. ان نخدموا خدمه كان بعض الزملاء معناها انا في نداء تونس في بساسه في 2014 انا اللي اسست الهيكله الانتخابيه نتاع نداء تونس، وانا اللي قلت الانتخابات 2014 تشريعيه ورئاسيه. الخدمه هذيك والخبره هذيك والناس اللي خدمت واللي خرجت كلها من نداء اليوم قاعدين كل داخلين البديل. البديل قاعد يعمل توا اليوم في انتشار شعبي عميق في كل أنحاء الجمهورية وفي كل الجهات في تونس وفي الخارج، باش ينتقل من حزب اللي هو فيه كفاءات وفيه برامج إلى حزب جماهيري، إلى حزب جماهيري في فترة قصيرة جدا. كيف نحطوا فيه كسبيل قوسين لو سافوار فير نتاع الانتخابات، يولي حزب متكامل خاطر فيه كل شيء. لو كان جاي حزب سافوار فير نتاع الانتخابات متوفر عندك سي فوزي اللومي، عندي أنا وعند فريق اللي هو يخدم معايا، مانيش وحدي أنا، ثم فريق كامل قاعد يخدم. خاطر كي دخلت البديل ما دخلتش وحدي، راه دخل فريق كامل للبديل في كل الجهات في ضربة واحدة. أما قلت مانيش باش ناخذ الناس اللي موجودين في نداء اللي دخلوا في اللي في المؤتمر كانوا في اللجنة المركزية. كونت فريق جديد فوزي اللومي؟ لا، الفريق اللي خرجوا من نداء قبل. الفريق اللي كان يخدم معايا في نداء هو فريقك؟ مش فريقي أنا، فريق هو فريق مرتبط بيك، أينما حللت حل معك. مش مرتبط بيا، عنده ثقة فيا، مش مرتبط بيا، ماني عنده ثقة اللي نجمو نعملوا نتيجة مشرفة. هذا الفريق الكل دخل البديل اليوم، وهذا الكل قاعد نخدمه. هذوما سياسيين ولا سياسيين مش موظفين؟
لا 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 ما نخدموش بالمواطنين، نحن نخدموا كان بالمناضلين. فماش في الاحزاب السياسيه ما ثماش خدمه بالموظفين. اذا عندك موظفين اداريا عندك 3-4 موظفين، مش كي يمشيو 20,000 ولا 30,000 يدخلوا في حزب كلهم موظفين. لا حزب ما يجيبش يخدم بالموظفين، يخدم بالمناضلين. ما ثماش موظفين جاوا معايا، موظفين قعدوا اللي في الاداره قعدوا في الاداره، ما نمش نلوش في الموظفين انا باش يدخلوا في الحزب هذا. على كل حال نداء اليوم البديل اليوم قاعد ينتشر شعبيا. بس استنست شيء اي لا استنست لا استنست بعد استنست تمام ساعه ساعه هكا كثير. والدليل على هذا اللي قاعدين فما هجومات على البديل، قاعدين هجمين يعني في الصفحات الاجتماعيه حتى في صفحات معناها نتاع اداره. مثال في 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 ميلان في الكونسولا نتاع ميلان، الصفحه نتاع الكونسولا نتاع القنصليه نتاع ميلان عاملين علينا هجومات والكونسولا مخليهم قعدوا نهارين ولا 3 ايام كل معناها شتم للحزب البديل وشتم للقيادين في الحزب البديل. وهذه صفحة رسمية ومخلين فيها الشتم هذا كل ما نحاوى كان حتى احنا احتجينا وقعدوا 3 ايام باش نحاوى. هذه صفحة رسمية نتاع قنصلية تونس في ميلان. في ميلان مثال وهذا الهجومات قاعدين صار دليل على النجاح نتاع البديل زاد للناس، ولا البديل اليوم رقم في المشهد السياسي والناس تعتبروا اللي هو باش يجيب نتائج مشرفة في الانتخابات الجاية. سي فوزي اللومي ضيفنا في ميدي شو ورئيس مكتب سياسي لحزب البديل التونسي، حزب المبادرة التحق بتحية تونس. دونك اليوم ولا عنا مشروع هوني بين نداء شق سفيان توبال نسميه نحن وشق الحمامات والمشروع تحية تونس والمبادرة، ثم من الجهة الأخرى نلقاو البديل. ما نعرفش وين ساقوني وساقوني، مازال مش واضح من حيث التحالفات، هل باش يمشي وحده وهل باش يمشي مع هالاحزاب هذه، شنو توجهكم يعني؟ احنا توجهنا اليوم احنا مش قاعدين في عزله، نعمل في المشاورات مع كل احزاب. شنو خياركم سي فوزي؟ هل خياركم تمشيوا مجتمعين او تمشيوا وحده؟ اذا اليوم نجموا نعملوا تحالفات قبل الانتخابات، ولو التحالفات ما تكون كان سياسيه، ما تكون تحالفات انتخابيه، ولا حتى كان يحبوا يعملوا قائمات موحدة مثال، يجب نتفقوا على البرنامج ونتفقوا على كيفاش باش تكون المرحلة الجاية، وكما قلت لك قطيعة مع المنظومة الحالية. معناتها اللي باش يمشيوا معنا في الثنية هذه نجموا نكملوا نتشاوروا، أما مبدئيا اللي قاعدين نشوفوا فيه نشوفوا اللي الأحزاب هذوما قاعدين يعملوا إعادة للمنظومة الحالية. نغزر أنا في نداء تونس ولو عندي برشا أصدقاء ولا في تحية تونس نشوف فيهم كأحزاب باش يعمل إعادة تامة اللي صار في 2014، إعادة تامة للمنظومة الحالية. هذا احنا ضدها تماما، حبوا احنا نتفاهموا إذا نجموا نلقاو أرضية باش نتفاهموا مع الأحزاب في كيفية كيفاش نعملوا قطيعة. نحبش نقعد عودها برشا مرات كلمة قطيعة على مع الموضوع سي لا بوليتيك دو لا روبتور على في النطاق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. وقتها نجموا ندخلوا مع بعضنا الناس كل، اما اذا ما لقيناش الارضيه هذه وقتها يجب يكونوا تحالفات بعد الانتخابات، ندخلوا بالقائمات نتاعنا كحزب البديل وبعد الانتخابات وقتها تصير تحالفات. معناها نفهم لقيتوا ترجمه ولقيتوا عباره تعوض الانتي سيستم من داخل السيستم اسمها القطيعه. ليش منش اخترعناها هذه القطيعة هذه؟ مش من اخترعنا، كي نشوفوا ثم أزمة حكم، أزمة اقتصادية، أزمة على كل في كل الميادين، وتقعد تشوف الأزمة هذه إيش منين جات، تلقاها جات من المنظومة ومن قلة الكفاءة. كيف تحط أنت بالولاءات تبدأ تقسم، يقسموا في الجاتو كما قالوا، حط هذا حط لي هذا حط لي هذا. نعم ما كنت معهم يا سي فوزي. أنا ما كنتش في الحكومة، أنا كنت في الحزب. الحزب كيفاش كان قاعد يعمل؟ الحزب اللي كنت ساند في حافظ قايد سبسي راك سي فوزي اللومي. وقتاش ساندته؟ حتى في المؤتمر حتى للمؤتمر الاخير كنت موجود وكذا. موجود الى جانب حافظ. انا كنت موجود في الحزب، انا كنت نائب رئيس في الحزب هذا. اي مع حافظ. كنت مش مع حافظ. مع شكون؟ كنت مع بيجي قايد سبسي. اي مع حافظ. حافظ موجود في الحزب، انا مانيش معاه. باهي. حزب حافظ قيادي في الحزب. كفاءة كبرى. ما نعرفش كفاءة، ما عنديش انا كلام، خلينا نحكيو سياسة. ما عنديش تقييم كفاءة كبرى، معناها انا ما عنديش، ما نقيمش العباد.
هو موجود في الحزب من هالولاني. انا نتعامل مع الموجود في الحزب، مانيش عام عندي، انا ما عنديش فلسفه الاقصاء، نقصي هذا ولا اقصي هذا ولا اقصي هذا. اما عمري ما كنت معه، والمشاكل اللي صارت في نداء برشا منهم موجود فيها انا وياه، معناها في العمليه هذه، معناها حتى حد ما ينجم اليوم يتهمني اللي انا سنت حافظ في حاجه من الحاجات، حتى حد ما ينجم يتهمني. اذا تم واحد ما تجمش تتهم في نداء تونس، هو انا تجم تتهم الناس الكل اللي موجودين في الساحه في تونس، الا انا تجم تتهمني بالحكايه هذه. فوزي اللومي التحق بالحزب البديل التونسي، رئيسه مهدي جمعة. مهدي جمعة نذكر أنه كان رئيس حكومة في 2014 في وقت التوافق، ورئيس حكومة التوافق الحوار الوطني وقتها، وإلى اليوم هذه الصورة اللي قعدت عنده أنه رئيس حكومة تقريبا حقق نوع من الاستقرار في تلك الفترة. اليوم خطاب، هو خطاب القطيعة تقولوا فيه اليوم سي فوزي اللومي رئيس مكتب سياسي لحزب البديل التونسي، ترشح قطيعة الإيجابية مش قطيعة معناها قطعة. والله أنا ما نفهمش راه وقتاش تكون إيجابية وقتاش سلبية، ما نعرفش. إيجابية هي قطيعة، مش كيفاش نقصوها، نقصوها نقصوها كيفاش نقعدوا نرقدوا من بعضنا. سي فوزي اللومي ترشح صاحب قناة التلفزي نبيل القروي، شنو تعليقك عليه؟ ما عندي حتى تعليق. أنا سي نبيل القروي صديقي، عاون برشا في 2014 وقت اللي كانوا التلفاز الكل ضدنا، وكان التلفاز نسمة كانت عملت حتى إقصاء بالنسبة لتونس وقتها، وما عندي ما نقول فيه. سنت ترشحه؟ هو في حزب وأنا في حزب، أنا جمش إنسان اليوم ترشح بتاع أي شخص، أما هو حقه باش يترشح، ونعرفه خدم خدمة كبيرة توا عنده عامين. خدمة تراها قانونية عادية يعني. لا ما نعرفش قانونية ولا لا، هكاك ما نعرفش هي خدمة قانونية ومش قانونية، أما نعرف أنا اللي عنده نية من قبل باش يترشح بالرئاسية من قبل، ماشي حاجة جديدة. شكرا جزيلا، بارك الله فيك سي فازيلو، ضيفنا في ميديشو. كنت سعيد بالحوار معك.